سيرة النجم يعني ووحش الشاشة فريد شوقي، ومكملين مع رانيا. رانيا يعني لما نتحدث عن مسيرة فنية تخص الوالد، ولكن في طبعا مسيرة فنية بتخص رانيا كمان، ما بدنا ننساها هاي. تحدثنا عن البدايات، ولكن تأثيرك أو تأثرك، مدى تأثرك بمدرسة فريد شوقي ترجم على أرض الواقع حتى اليوم. احكي لك شو اللي تعلمتيه وكيف قدرتي تمشي بنفس المسار وتبقيه على أعمالك الآن. والله، يعني انا نفس النظريه، لما باجي اختار عمل، يعني العمل ككل بحب اقرا العمل ككل، مش دوري بس في الاول، لا انا بحب اعرف، عايز اعرف يعني بيقول ايه؟ ايه اللي انا بحاول اقدمه للناس؟ ايه اللي هل هو عمل يستحق ان الناس تقعد تشاهده؟ هل مش بقول لك ان دايما ببقى اختيار سليم يعني، بس أكيد على قد ما بقدر انت بتختار دايما الافضل يعني. ده كان من خلال بابا، يعني بابا كان ساعات يجي له سيناريوهات يقول لهم والله انا صعبان عليا الورق اللي اتكتب عليه، يعني من كتر ما هو عمل سيء. فهي بالنهاية انت كل يهمك ان انت يعني بتفيد الناس، بتسعد الناس، بتحسس الناس ان انا مش منفصل عنكم، انا معاكم في المجتمع، انا مش يعني في ناس تقول لك الفنانين دول عايشين في برج عاجي، لا احنا معاكم وشايفين وبنشوف المشاكل وكده، ونفسي اقدمها ونفسي كل مواطن يحس ان هو موجود في اعمالنا الدراميه الاجتماعيه. ودايما التلفزيون بيختلف على السينما، يعني بابا كان دايما يقول كده، يقول لك السينما الناس بتقطع لك تذكرة وهي اللي بتختار تجي لك، فأنت قدم اللي أنت عايز تقدمه. خد قرار. التلفزيون أنت ضيف على الناس، فلازم تحترم الأسرة اللي أنت داخل عليها. ده منطقي بقى، يعني ده بقى أنا كله واخداه من أبويا، اللي هو أنا لازم أحافظ على الحالة اللي أها.